حتى إذا جاءت أول ليلة يخطبهم صلى الله عليه وسلم. ورد أنه خطب في أول ليلة من رمضان مع إقبالة شهر رمضان، وقال: أيها الناس، قد أظل لكم شهر كريم، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وذكر مزايا للشهر، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يذكر مزايا هذا الشهر. ذكر أن النافلة فيه بأجر فريضة، يعني بسبعين نافلة، والفريضة فيه بسبعين فريضة أجرها وثوابها. ذكر أنه إذا أقبل أول شهر رمضان ينادي منادي من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أقصر هنا تهديد، وقد تكون دعوة عليه بالقصور والعياذ بالله، أن يقصر يمنع. في أول ليالي شهر رمضان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخبرهم يحدثهم، ولهذا إذا جاء بيننا سيفرح، وإذا سمع هذه المعاني تتفور في بيوتنا. اجلس مع أولادك، اجلسي مع أولادك، اجلس مع أصحابك وتكلموا عن فضائل شهر رمضان، أحيوا معنا استقبال رمضان بفهم فضائل رمضان. إن الله عز وجل إذا أقبل شهر رمضان يأمر فتفتح أبواب الجنان كلها وتغلق أبواب النيران كلها. هنا معنى. طيب، لن يدخل الناس الجنة الآن، دخول الجنة بعد القيامة، فلماذا تفتح ولماذا تغلق؟ قالوا لمعان: أولها إحياء الرجاء في قلوب الناس، لكن أيضا من المعاني أن أبواب الجنة إذا فتحت هبت نسائم الجنة على الناس. الله. وأصحاب القلوب المتصلة بجناب الحق يستنشقون هبوب نسائم الجنة. وإذا أغلقت أبواب النار كفي الناس، استشعر الناس معنى الكفاية من النار. أخبر أنه إذا دخل رمضان صفدت المردة من الشياطين، فالذي كان يقول الشيطان الشيطان الشيطان، طيب مردة الشياطين مصفدة، بقي شيطان آخر وهو نفسك الأمارة بالسوء في شهر رمضان. هذا المعنى لو كان بيننا لأحياء فيما بيننا. ما هو استعدادكم للقرآن؟ أين المصحف؟ الذي أغفل القرآن مدة السنة ولا يدري مصحفه في الرف الذي في هذه الحجرة أو في الرف الذي في هذه الحجرة، يتدارك نفسه، ربما يجد بعض الغبار على مصحفه، يمسح هذا الغبار ويعاهد الله عز وجل مع أول إقبالة رمضان أن يقبل على القرآن وألا يتركه إذا خرج شهر رمضان. في شيء مهم، استقبال رمضان بالنيات الصالحة، أولا من الناحية الفقهية للاحتياط، مع أول ليلة إذا قالوا رأينا رمضان ينبغي لكل واحد أن ينوي صيام الشهر كله فرضا. حتى يقول مولانا أن الواحد في كل ليلة ينوي الصيام اليوم التالي؟ بعض الفقهاء قالوا ذلك، وبعض الفقهاء قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية، بمعنى أن يبيت في كل ليلة. وكان أسلافنا اعتادوا إذا جاء وقت الإفطار، إذا تناول التمرة وأفطر، يقول: نويت الصيام غدا عن أداء فرض شهر رمضان، فيجعل هذا شيء مثل البرمجة، خلاص معتاد عليه. لكن للاحتياط ينوي الإنسان في بداية شهر رمضان أن يصوم الشهر كله فريضة لله تعالى. إذا نوى ذلك، عدد من الأئمة الأكابر قالوا هذا يغني عن النية في كل ليلة، ولكن الإنسان ينوي للخروج من الاحتياط، هذه فريضة. لكن إذا نسي في ليلة من الليالي النية، تكون النية العامة من أول الشهر تغني، فهذا أول نية. أيضا يستحضر الإنسان مع دخول رمضان نيات عظيمة، يقول: نويت يا رب في هذه السنة في رمضان أن تغفر لي، نويت أن أتعرض لمغفرتك، نويت أن أقرأ القرآن لكن بالتعظيم بالإجلال، ليس همي في القراءة متى أوصل ربع الحزب، نصف الحزب، ثلاثة أرباع الحزب، خلصت الجزء كأنها مهمة ثقيلة وانتهيت منها ووضع المصحف. لا، يستشعر الإنسان عند أخذ المصحف تعظيم المتكلم، أن الله يكلمني الآن في هذه الساعة. ويستشعر أيضا معنى التدبر والتأمل للقرآن الذي يقرأه، فإن الواحد منا أن ينال فتحا من الله، انوي من الآن في هذا الشهر سأتعرض لنفحتك يا رب فأنال فتحا في قراءة القرآن. ينوي الإنسان الحضور مع الله عز وجل في الصلاة، الشياطين مصفدة الآن، فرصة لأن تروض نفسك على الحضور فتبقى على الحضور فيما بعد رمضان. ينوي الدعوة إلى الله، كيف ينوي الدعوة إلى الله؟ بسلوكه هو، بأخلاقه. ينوي أنه سيرى الناس للأسف إذا جاء وقت العصر أو بعد الظهيرة تشتد المشاحنات في الشوارع والمخاصمات، وكل إنسان يبرر لنفسه بأنه صايم. تنوي أن تكون في سلوكك داعي إلى الله، تكون قدوة في أخلاقك في سلوكك. ننوي من بداية رمضان أن يكون رمضان مع كونه شهر العبادة والتبتل والرجوع إلى الله، أن يكون شهر التقرب إلى الله بإتقان العمل. نعم. بحسن إتقان العمل الذي نعمله. فحاول تجمع من الليلة أكبر قدر من النيات. نعم.